انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايزة اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمره واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسه وشوف ولادك، طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. في تعليق من واحد نصراني على الفيديو اللي بخصوص سفر نشيد الأنشاد، اتهم المسلمين بالجهل والغباء وعدم الفهم، وقال ان السفر فيه رموز روحية بيفهمها بس الناس اللي علاقتهم طيبة بربنا. ابتدى كلامه وقال: سفر نشيد الانشاد كتبه سليمان الحكيم وحي من الله، وهو يحتوي على رموز روحية يفهمها الاشخاص البالغين روحيا وعلاقتهم طيبة مع الله، لانه بيخاطب النفس البشرية والكنيسة، ودي رموز انتوا بتفهموها خطأ غصب عنكم، معذورين. قال ما لقيش في الورد عيب قال يحمر الخدين. طيب بص بقى يا عم الجناين، انت اول القصيدة جهل منك، لانك اقريت ان كاتب سفر نشيد الانشاد كتبه سليمان الحكيم بوحي من الله، بالرغم من ان الكثير من علماء اللاهوت وعلماء التوراة يشككون في كاتب سفر نشيد الانشاد هو سليمان الحكيم، ويميلون الى ان الكاتب الحقيقي مجهول. ونسمع تعريف للسفر نشيد الأنشاد من قناة نصرانية. نشيد الأنشاد فهو عبارة عن 8 إصحاحات من قصائد الحب، هذا أعظم الأناشيد. وتخبرنا الكلمات الأولى أيضا بأن نشيد الأنشاد هذا هو لسليمان، مما قد يعني أنه الكاتب، إذ يفتتح السفر باسمه. ولكننا نكتشف مع قراءتنا للقصائد أن الصوت الرئيسي هو صوت امرأة تدعى المحبوبة، وعلى الرغم من وجود صوت رجل أيضا، لكنه لا يبدو أنه لسليمان. تم ذكر سليمان عدة مرات في القصائد، لكنه ليس المتكلم على الإطلاق. ويجب الاعتراف بغرابة ترشيح سليمان ككاتب للسفر، رجوعا لحقيقة أن لديه 700 زوجة. يعني الكارثة الكبيرة أن النبي سليمان نفسه ما كتبش سفر نشيد الأنشاد، فكاتب السفر مجهول. والحقيقة دي موجودة في كتاب نشيد الأناشيد، أجمل نشيد في الكون، بقلم نخبة من رجال الكهنوت بكلية اللاهوت جامعة الروح القدس، حيث يقول: نسب هذا السفر في الماضي إلى زمن سليمان الحكيم، بل إلى سليمان نفسه على ما ورد في الآية الأولى من النشيد. لكن من يطالع السفر في لغته العبرية الأصلية يتبين لغة متأخرة تعود إلى العهد الفارسي، إلى القرن الخامس قبل الميلاد، بل إلى العهد اليوناني، إلى القرن الثالث قبل الميلاد، في حين أن سليمان بن داود ملك على إسرائيل في القرن العاشر قبل الميلاد. وفي موضع آخر من الكتاب يقول: لكن من الواضح أن مؤلفها ليس سليمان. أما بقى زكريا بطرس فسر نشيد الأنشاد بطريقة كوميدية، وقال إن السفر بيتكلم عن علاقة عريس وعروسة. طبقوا تسابونا، بس نشيد الأنشاد بيتكلم عن عروس وعريس. كمسلم واحد مسلم هيفكر مين هو العروس والعريس دوت، لأنه ده غزل مش عفيف حتى. وارد وارد الكلام. قلنا أن سفر النشيد يمثل العلاقة الحبية المقدسة بين الله والنفس البشرية المتيمة بعشقه، فشبهت النفس البشرية بعروس وشبه الله بالعريس.
وتعالوا نشوف ونسمع الرأي اللي أجمع عليه علماء المسيحية والمناصرين في تفسيرهم لسفر نشيد الأنشاد. نسمع تسجيل صوتي منهم برضو من الكنيسة المصرية بتقول إيه على نشيد الأنشاد. أنتونيوس فكري اسمعوا صوتين. هو نشيد الحب، بس هم طبعا كانوا عارفين ان في الفاظ متعبه بتظهر، ولذلك كانوا يمنعوا قرايته لاقل من 30 سنه، عشان يعني طبعا اقل من 30 سنه بتبقى الشهوات يعني شديده في الانسان، ولما يقرا كلام زي كده ممكن يتعب، عشان يعني هواس يقرا يتعب، يقرا كلام الله يتعب. ده المفسرين المعتمدين في الكنيسه المصريه. يعني انا بلد الكنيسه النهارده زكريا بطرس ابو العربي شيلوني على صدري لا ابطأه. ماذا يقول على نشيد الانشاد؟ وسفر نشيد الاناشيد او نشيد الانشاد، اي اسمى نشيد الوجود، له مفاهيمه الروحيه العاليه، حتى ان معلمي اليهود قديما كانوا يحرموا قراءة هذا السفر لمن هم دون الثلاثين سنة. يعني نفس الكلام تدرس يعقوب ناطي، ونفس الكلام اللي قاله القمص أنتونيوس فكري، هو نفس الكلام اللي أكده مين؟ زكريا بطرس. أن اليهود منعين النشيد للكبار فقط، أقل من 30 سنة ما ينفعش يقرأ. كله بالتاريخ. اللي أقل من 30 سنة ما كانوش يسمحوا له بقراءة هذا السفر حتى يتعثر في معانيه، ولهلا يفهمه بطريقة جسدانية. وبكل أسف شديد لا زال يعني عن طريق الجسد، يعني كتاب محتاج شفرة، كتاب محتاج يعني تروح للأمن ويتكلك الشفرة بتاعته عشان تقدر تفهمه مفتاح الشفرة. إلى الآن عينات أولئك المتعثرين الذين يبحثون عن العثرات، يا مناس بيدوروا وبيقروا سفر نشيد الأنشاد كمادة غنية لطلبات الغرام، مادة غنية لطلبات الغرام. الروح القدس اللي هو كتب كل الكتاب حط هذا النشيد حتى نتعلم دروس رائعة عن الحب والجنس بطريقة صحيحة. يا حلاوة هذا الدين، يا جمال هذا الدين. المشكلة الثانية عند الناس الذين يجدون صعوبة في سفر نشيد الأنشاد هي نظرتهم لمسألة العلاقة الجنسية الحميمة والتي شرعها الخالق لتكون في إطار الزواج. إنهم ينظرون إلى هذه العلاقة على أنها شيء دنس لا ينبغي أن يحويه كتاب الله، لكن تظل العلاقات الرومانسية، العلاقات العاطفية، بل العلاقات الجنسية كما شرعها الخالق شيئا جميلا بديعا يصلح أن يستخدمها الروح القدس ليشير بها إلى علاقة أعمق، علاقة الإنسان مع خالقه. خد عندك بقى اسمع بقى اللي جاية دي، يعني يقبلني يبصني في بقي. نشيد الأنشاد سفر جنسي، جنسي والكلام حرفي. ليه وفايدته ايه؟ فايدته ايه؟ انت مستكتر على ربنا يتكلم 8 اصحاحات في كل الكتاب المقدس عشان يشجع العلاقة الجنسية العاطفية. يا حلاوة هذا الدين، يا جمال هذا الدين. التفسير الرمزي والروحي لسفر نشيد الأنشاد بيفتح الباب لأي حد انه يفسره زي ما هو عايز، وده اللي حصل فعلا. الكنيسة الأرثوذكسية قالت ان السفر بيتكلم عن المسيح اللي هو العريس والكنيسة العروسة، والكنيسة الكاثوليكية قالت ان العريس هو المسيح والعروسة هي مريم. اما البروتستانت زي القس صموئيل والقس سامح موريس والقس منيس عبد النور قالوا ان السفر بيتكلم عن الرجل والمرأة في إطار الزواج. اما اليهود فبعضهم قال ان العريس هو سليمان والعروس هي الحكمة، وناس تانية قالوا ان العريس هو يهوى والعروس هو شعب اسرائيل. وبهذا الشكل اصبح السفر اللي المفروض انه كلام الله
مش على أي حد يفسره حسب هواه، علشان الكلام مش حرفي وكل واحد بيجتهد يوصل للمعنى الرمزي اللي يقصده الوحي الإلهي. نكمل باقي التعليق اللي بيقول: الكتاب المقدس هو مقدس بالفعل بعهديه القديم الذي يتكلم عن حياة الأنبياء وسيرهم، أما العهد الجديد هو عهد النعمة بمجيء ربنا يسوع المسيح، له كل المجد والعظمة والسلطان. طيب اللي هيرد عليك ويقولك إن الكتاب المقدس مش مقدس هم نصارى زيك. بس الأناجيل ليست وحي يوحى، لأن احنا سائلين إن الوحي هو المسيح نفسه، وإن الأناجيل هي شهادة مكتوبة من هؤلاء الرسل البشر، ومن ثم فهؤلاء بما أنهم رسل وبما أنهم بشر فلابد أن تكون فيهم خصائص الإنسان الطبيعية، الذي يتذكر وينسى، الذي يستعمل المعلومة اللي عنده، لأن مفيش حد بيوحيله ولا حاجة. في الحقيقة يا زوبعة في فنجان مسألة اختلافات النسخ، احنا علينا نعرف ان ما كانش فيه كوبينج ماشين في الوقت ده، ما كانش فيه مطابع، كان النسخ يدوي. النسخ اليدوي شيء طبيعي انه يحصل فيه نوع من الخطأ غير المتعمد. النسخ اليدوي شيء طبيعي انه يحصل فيه نوع من الخطأ غير المتعمد، زي اني اكرر سطر، زي اني اكرر سطر، زي اني اكرر سطر، او اني انط سطر، او اني انط سطر، او اني انط سطر، او اني اكرر كلمة، او اني اكرر كلمة، او اني اكرر كلمة، او اني انط كلمة، حاجات زي كده، او اني انط كلمة، حاجات زي كده، او اني انط كلمة، حاجات زي كده، او اني اكتب من الذاكرة، او اني اكتب من الذاكرة، او اني اكتب من الذاكرة، فاستبدل كلمة بدل كلمة، فاستبدل كلمة بدل كلمة. انا مش شايفه بصراحه ان يكون في مشكله في انه في اخطاء في الكتاب المقدس، لانه انا عندي معنى الوحي مختلف عن فكره الوحي الاملائي. يعني لو في وحي املائي للكتاب المقدس كنت هخاف انه في الفاظ مختلفه، في كلمات، في ارقام غلط، ممكن اقلق. لكن لانه زي ما كنا بنحكي قبل كده انه معنى الوحي مختلف، احنا في دور الهي او في عامل الهي زائد العامل البشري او الخبره الشخصيه بتطلع في الكتاب المقدس. فايه المشكله ان يكون عندي اخطاء يعني في الكتاب؟ وجود الاختلافات واخطاء النسخ دليل صريح على ان كل الناس كتبت، وان المسيحيه انتشرت انتشار واسع، وان لم يحدث لها تحريف متعمد. وايه كمان؟ قول كلامك حاجه. رغم الاختلافات ورغم اخطاء النسخ، عندي ما يثبت ان الكتاب وصلنا بدقه. قول يا شتموني قول. انا لازم اعرف ان انا ما عنديش ولا نسخة أصلية للكتاب المقدس. يا طبعا دي نفسها كلمة صادمة. يخرب بيتك. في الكتاب ده أجزاء الله اللي قايلها وحي، وفي أجزاء تانية الناس اللي قايلين لها يعني رأيه، ففي أجزاء موحى بها من الله وأجزاء مش موحى بها، وأجزاء مش موحى بها من الله. إذن الكتاب المقدس طلع مش مقدس، وإنه مش وحي موحى به من الله. وأعتقد كمان إن ربك يسوع المسيح ليس له كل المجد والعظم والسلطان، بل له الإهانة والخزلان واللعنة بحسب عقيدتك وإيمانك. وتفضل اسمع ما يرضيك من نصارى زيك. مكتوب عن الرب يسوع في إشعياء 53 وعدد 3: محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن. المصلوب بيكون عريان بالكامل، مفيش حاجة ولا حتة قماش تستره. ده قمة المذلة والإحساس بالاحتقار. ده غير الخزلان اللي هو كسرة القلب من تخلي أقرب الناس عنه. البشرية عانت من إحساس الرفض الشديد من يوم ما انطرد آدم وحواء من محضر الرب. يسوع مش داء الرفض من الناس بس، لكن ده إحساسه هو شايل كل الخزي والعار والوحدة. ده اللي خلى صرخته بتقول: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ المسيح صار لعنة من أجلنا، والكلام ده موجود في رسالة غلاطية أصحاح 3 الآية 13. تعالوا نسمعها مع بعض.
المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشب. فالمسيح اتعلق على خشبة الصليب علشان يكون ملعون بدل كل واحد مننا. جاء أيضا المسيح في العهد الجديد وصلب على يد الرومان، فأصبح تطبق عليه هذه الآية أنه ملعون، أنه هذا المسيح ملعون لأنه مات بهذه الطريقة البشعة اللي مليئة بالعار والذل والاحتقار والمهانة وما إلى ذلك. اللي اتصلب وصار ملعون، اللي اتصلب وصار ملعون. فكانت ملابس المسيح 5 قطع وهم 4 من العساكر، كل عسكري خد قطعة من القطع وتتبقى القطعة 5، 4 أقسام لكل عسكري قسما. وأخذوا القميص أيضا، وكان القميص بغير خياطة، منسوجا كله من فوق. فقالوا بعضهم لبعض: لا نشقه بل نقترع عليه. لمن يكون؟ ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. والآية دي تلاقوها فين؟ ايه الكتاب القائل بهذه الآية؟ حد فاكر؟ لا، اللي هيقول دي ليه جايب؟ ها كام؟ لا، في مزمور 22 اللي بيبتدي: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ يقول كده: إنهم اقتسموا ثيابي وعلى لباسي ألقوا قرعة. فظهرت لنا قسمة الثياب وأيضا القرعة اللي أجريت على هذه الثياب. ده ربك كمان طلع لا يقدر أن يفعل من نفسه شيئا، فقال في إنجيل يوحنا: أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. أما بقى النقطة الثانية اللي قالها هي: هو الله الأزلي الأبدي المولود غير مخلوق، شبهنا في كل شيء ما خلى الخطيئة وحدها. وده قمة التناقض، إزاي إله يكون أزلي أبدي ومولود في نفس الوقت؟ الإنسان أو أي شيء مولود بيكون ليه تاريخ ولادة، وطبعا المسيح على حسب اعتقادك مولود من 2024 سنة. وحكاية مولود غير مخلوق دي أنا شرحتها في الفيديو السابق، أنصحك تشوف الحلقة علشان تستفيد، ورابط الحلقة هيكون في صندوق الوصف أسفل الفيديو إن شاء الله. ونكمل باقي التعليق اللي بيقول عن المسيح: إنه كان يجول يصنع خيرا، يشفي المرضى ويفتح أعين العميان ويقيم الموتى، لأنه هو الله الذي يحيي ويميت، الذي خلق الإنسان من العدم، ألم يقدر أن يتجسد ليفضل البشرية التي خلقها، قدم نفسه للصلب توعية، وهو على الصليب طلب المغفرة للصليبين من الآب السماوي، لأنه أخذ طبيعتنا الإنسانية قائلا له المجد: يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، ليعلمنا المحبة والتضحية والبذل والتسامح لمن يسيء إلينا. ونحن نؤمن بكلام الإنجيل المقدس لأن به تعليم السيد المسيح السامية، ونحفظها ونطبقها في حياتنا. وأيضا نؤمن وإيماننا قوي لا يتزعزع مهما تقولوا بأن السيد المسيح رب وإله وليس نبي، ولد ولادة معجزية من عذراء بتول، عندما صلب ومات أقام نفسه من الموت، لأن المعجزة لا توضع في قبر. وواضح هنا أنه حافظ مش فاهم، وبدأ يسرد اللي بيسمعه من الكهنة. والتعليق يتضمن مجموعة من النقاط كالتالي: النقطة الأولى، يسوع كان بيشفي ويعمل معجزات لأنه الله. معجزات يسوع كانت بإذن من الله الآب مش بقوة منه، ده واضح في إنجيل يوحنا لما قال: أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. يعني القوة والمعجزات اللي كان بيعملها يسوع كانت بإذن وإرادة الله. طيب الأعمى اللي شفى المسيح وفتح له عينيه، سألوه: كيف اتفتحت عينيك؟ قال لهم: إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت فأبصرت. يعني الأعمى عرف أن العمل المعجزة دي هو إنسان، والنصارى حاليا بيقولوا أنه إله. فكل اللي شافوا معجزات المسيح في عصره عرفوا انها معجزات من اللي بيديها الله سبحانه وتعالى الانبياء. واذا كان المسيح اله لانه فتح عين الاعمى، فإليشع اصاب جيش كامل بالعمى
وبعد كده رجع له بصره مرة تانية، والدليل في سفر الملوك الثاني. فبكر خادم رجل الله وقام وخرج، وإذا جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات. فقال غلامه له: آن يا سيدي، كيف نعمل؟ فقال: لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. وصلى إليشع وقال: يا رب افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول إليشع. ولما نزلوا إليه صلى إليشع إلى الرب وقال: اضرب هؤلاء الأمم بالعمى. فضربهم بالعمى كقول إليشع. فقال لهم إليشع: ليست هذه هي الطريق ولا هذه هي المدينة، اتبعوني فأسير بكم إلى الرجل الذي تفتشون عليه. فصار بهم إلى السامرة، فلما دخلوا السامرة قال إليشع: يا رب افتح أعين هؤلاء فيبصروا. ففتح الرب أعينهم فأبصروا، وإذا هم في وسط السامرة. فإذا كان شفاء العميان هو دليل ألوهية، فإليشع يستحق لقب إله أكتر من يسوع. والكتاب المدعو المقدس بيصرح بقدرة غيره من البشر على عمل نفس المعجزات، بل ما هو أعظم منها لكل المؤمنين بالمسيح. فقال: الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي. يعني يقدر المؤمنين يشفوا المرضى ويحيوا الموتى، ويقدروا يعملوا أعظم من كده كمان. وبالتالي المعجزات اللي عملها المسيح لا تصلح في الدلالة على الألوهية. النقطة الثانية: تجسد يسوع علشان يفدي البشرية. المسيح قال إنه نبي ورسول، ربنا أرسله للناس زي ما قال لتلاميذه، فقال لهم: إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخر أيضا بملكوت الله، لأني لهذا قد أرسلت. مش ده اعتراف من المسيح ان الله ارسله؟ طيب ليه ارسله؟ علشان يبشر بملكوت الله، مش علشان يفدي البشر او يتصلب. المسيح معترف انه عبد من عباد الله، وانه رسول مرسل وبينادي بتوحيد الاله اللي ارسله، زي ما قال: وهذه هي الحياة الابدية، ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. النقطة الثالثة: صلب يسوع وطلب المغفرة للناس. روايات الصلب في الأناجيل الأربعة، متى، مرقس، لوقا، يوحنا، تحتوي على تناقضات واضحة، مما يثير الشكوك حول صحة القصة. حسب الأناجيل، التلاميذ تركوا يسوع وهربوا عند القبض عليه، مما يعني أنه لم يكن هناك شهود على الصلب من أتباعه. يسوع قال على الصليب: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لكن التناقض في هذا النص أنه موجود فقط في إنجيل لوقا وليس موجود في الأناجيل الأخرى، مما يثير التساؤلات حول مصداقيته. النقطة الرابعة: اعتقاد النصارى بألوهية المسيح. المسيح قال عن نفسه عشرات المرات أنه نبي مرسل من عند الله، وما قالش ولا مرة واحدة في الكتاب كله أنه إله. المسيح تم تنصيبه إله في مجمع نيقية سنة 325، والدليل على أن المسيح رسول من عند الله النص التالي: ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. كمان قال لمريم المجدلية: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فإزاي بعد كل ده حد يقول إن المسيح إله؟ هو بيقول إلهي وإلهكم، فهل الإله إله يعبده؟ كلام المسيح واضح وصريح، هو بيتكلم باللي بيسمعه من ربه، زي ما قال: ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. النقطة الخامسة: يسوع أقام نفسه من الموت، وده بيدل على جهل كاتب التعليق بكتابه اللي بيؤمن به. واضح أصلا أنه بيردد الكلام من غير ما يكلم نفسه حتى ويقرأ عن عقيدته، وده بسبب بسيط: أن في نصوص في الكتاب المدعو المقدس بتأكد أن الله هو اللي أقام المسيح من بين الأموات. والأدلة يمكن إيجازها في النصوص التالية: الذي أقامه الله ناقدا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. في النص ده بيقول بطرس أن الله هو اللي أقام المسيح من الموت. ورئيس الحياة قتلتموه، الذي أقامه الله من الأموات، ونحن شهود لذلك. النص ده كمان بيأكد أن الرب هو اللي أقام المسيح من بين الأموات.
لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. يؤكد بولس في هذا النص أن الإيمان بقيامة المسيح من الموت هو أن الله الذي أقامه. بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات. يشدد النص هنا على أن الله الآب هو الذي أقام يسوع المسيح من الموت، مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. يشير النص إلى أن العمل هو عمل الله الذي أقام المسيح من الموت. النقطة السادسة، المعجزة لا توضع في قبر. طبعا حسب إيمانك وعقيدتك اللي انت جاهل بيهم ومتعرفش أي حاجة عنهم، إن المعجزة دي اللي هي المسيح تم وضعها في قبر لمدة 3 أيام. أما القبر الموجود في بيت لحم ده مين اللي اتقبر فيه حضرتك؟ والنور المقدس اللي بتعملوا له الليلة كل سنة وصبت النور اللي بتحتفلوا بيه؟ بص، هو احتمال من اتنين، إما انت عبيط أو عبيط بصراحة. بصراحة انت عبيط. والقبر الفارغ نفسه يا سيدنا اللي موجود لحد النهاردة. بالظبط. القبر المضيء والذي بلا جسد ميت. ولذلك حسنا كان اختيار السيد المسيح انه يدفن في قبر جديد لم يدفن فيه احد، لان لو فيه اجساد تانية كانوا يقولوا اللي قام حد تاني، او كانوا يشككوا في القيامة. لكن وجوده لوحده في القبر وقام، فالقبر اصبح فارغ ما فيهوش موت، يعني يعلن القيام. والنور اللي بيطلع لحد النهارده دوت اللي بيطلع يوم سبت النور ده ايضا دليل يفج النور ويولعوا منه الشمعه، يعني كل مجموعه 33 شمعايه بعدد عمر السيد المسيح، ويقعد 33 ثانيه ما يحرقش، بعدين يتحول بقى إلى نار عادية. وبعد كل الهري ده والكلام الفاضي نلاقي يختم التعليق ويقول: ربنا يرحمكم من جهلكم وغبائكم وفهمكم الخاطئ، بلاش تتعبوا أنفسكم ودوروا على خلاص أنفسكم قبل فوات الأوان، لأن الدين للديان. ربنا يهديكم لنور المسيح له كل المجد والعظمة والسلطان، قادر على أن يهديكم. آمين. ربنا ما يحرمك انت من الجهل والغباء وعدم فهم عقيدتك وإيمانك اللي بتدافع عنه دفاع أعمى وتعصب الجهلاء. ياريت انت اللي تدور على خلاص نفسك وتشوف ان كتابك اللي بتدافع عنه وصف إلهك بأنه جاهل وضعيف. والدليل في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس: لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. بولس في رسالته بيقول إن الله بجهله أحكم من الناس وبضعفه أقوى من الناس. السؤال اللي بيطرح نفسه بقى: انت ازاي بتعبد اله جاهل وضعيف؟ ويقول بولس ايضا: بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الاقوياء. وبولس رسولك بيفتخر انه غبي، فقال ما نصه: قد صرت غبيا وانا افتخر. ويقول ايضا: ليتكم تحتملون غباوتي قليلا بل انتم محتملية. بولس بيقول على نفسه انه غبي. أما بقى عدم الفهم، فكتابك وصفك بأنك زي الحمار مش بتفهم. أما الرجل ففارغ عديم الفهم وكجحش الفرى يولد الإنسان، فكتابك حكم عليك بأنك فارغ وعديم الفهم وأنك مولود زي جحش الفرى. فياريت تدور على خلاص نفسك وتفتش الكتب اللي انت مش بتقراها أصلا، حتى لو قريتها مش بتفهمها وبتسمع بس للكهنة اللي بيسيطروا على تفكيرك وبيقولولك على فهمك لا تعتمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.